مشاهدينا اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم طبيب اليوم. العنايه بالبشره مش اهتمام مؤقت عند المناسبات، ولكن العنايه بالبشره عمل دائم ومتواصل. بتبدا من داخل الجسم بالتغذيه السليمه، ونشرب كميات ميه مناسبه، وكمان الحفاظ على بشره نضره. يجب ان احنا نراعي ساعات نومنا، ويجب كمان الاهتمام ان انا انام مش ساعات نوم تكون كافيه فقط لغير بعدد ساعات، ولكن النوم ليلا، لان الخلايا بتتجدد بسرعه اكبر خلال فتره الليل من النوم في النهار، والنوم في الليل ايضا بيساعد على افراز هرمون النمو اللي بيساعد على ترميم واعاده بناء الانسجه. ومن العنايه بالبشره ايضا زياره طبيب المتخصص للتاكد من صحه البشره بشكل مستمر وعلاج اي مشاكل قد تحدث مبكرا. بنرحب بالدكتورة معانا، دكتورة هويدة حسنين، استشاري العلاج الطبيعي ومديرة قسم العناية بالبشرة بمركز يو اتش. ومحاور حلقتنا النهاردة العناية بالبشرة ومن وقاية وعلاج. نورنا يا دكتور، اهلا بحضرتك معانا في برنامج طبيب اليوم. وفي البدايه عايزين نتكلم عن التغذيه السليمه واثر ده على العنايه ببشرتنا والاهتمام، وكمان عشان تكون بشرتنا نضره وصحيه. اولا اشكرك على المقدمه، لانها فعلا لو هتتاخد كنصايح ممتازه. فده دلوقتي فعلا معظم وخصوصا الاجيال الصغيره ما بتهتمش بالتغذيه، ما بتهتمش بالنوم بالليل امتى ولا قد ايه. صحيح. فده طبعا كل ده بينعكس على بشره، يعني اللي هي مرايه الجسم. صحيح. بص تلاقي الشاب صغير او شابه والبشره بيل، فيها شحوب شاحبه جدا. صحيح. ممكن يبقى فيها بقع بيضه، بقع بني، حسب بقى ايه نقص التغذيه ما سببها، هالات سودا، يعني كل حاجه بتاثر سببها التغذيه وقله النوم. فالنصيحه ان هم الخضار مهم جدا، لان الخضار هو اللي فيه املاح معدنيه وفيتامينز. الجسم بياخد منها ملي جرامات، لكن مهمه جدا. صح. يوميا. مش 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 كده لما مثلا في البيت يضغطوا عليه ياخد حته خياره ولا تاخد مره كده وخلاص. لا، لازم كل يوم في طبق فيه خمس الوان اتليست، على الاقل خمس الوان، احمر اصفر اخضر، واخضر فاتح غير الاخضر الغامق، الاملاح المعدنيه والفيتامينز اللي موجوده في اللون ده غير اللي في اللون ده. بكده ابقى انا يعني ايه باخد تغذيه سليمه. غير الخضار المطبوخ برضو مرتين ثلاثة في الأسبوع، الأسماك مرتين برضو في الأسبوع تقريبا. اللي بعد كده بقى الباقي هم حرين بقى، مش مشكلة، بس يكون أسست ما يبقاش الحرية في كل يوم. ما يكونش الأساسي عندي الغذاء بتاعي جانك فود أو فاست فود، ويوم أو اتنين بس أنا باكل فيهم في البيت. تمام كده. يبقى أنا بحاول يبقى التغذية السليمة الصحية هي اللي معظم أيام الأسبوع. تمام. بالإضافة إنهم فترة كافية في ليل اللي ربنا خلقه، ده بيطبقوا كل شبابنا، بيطبقوا لحد 10 الصبح تاني يوم يبدا ينام الساعه 10 الصبح، لان فعلا الجروث هرمون او اللي هي هرمونات النمو ما بتفرزش في الجسم الا وهو نايم في الليل اللي ربنا خلقه. هي دي اللي بتساعد على بناء الخلايا الجديده والانسجه وتجديدها. فده مهم على فكره. ده التدخين بيأثر برضه من المشاكل برضه، وخاصه ان معظم شبابنا دلوقتي مدخنين، يا مدخنين سجاير او شيشه كمان. بالظبط. ف يعني كده. وشرب الميه طبعا، شرب الميه مهم جدا، لان الميه هي اللي بتغسل السموم اللي موجوده في الجسم. يعني بالتالي بيبقى فيه الجلد الى حد ما سليم. دي العوامل الداخليه، التغذيه الصحيه والنوم الكافي، دي العوامل لو اتاثرت بيكون بيأثر على نضاره البشره. لكن في عوامل خارجيه كتير زي حراره الجو اللي احنا بنعاني منها الان في مصر دلوقتي في الوطن العربي كله، ده بتاثر على البشره بشكل كبير. اكيد. اكيد، وخصوصا مع نقص التغذيه السليمه بيبقى التاثير كمان اكتر، وعدم شرب الميه بشكل كبير. بالظبط، بيبقى التاثير اكتر. بنبص نلاقي بقى مشاكل كتير، منها البقع او النمش، الهالات، الحبوب، يعني مشاكل كتير قوي مع الجو لما بيبقى حر ومفيش تغذيه سليمه وشرب ميه كويس. ده دلوقتي له علاج كويس باجهزه
هاي تكنولوجي يعني من احسن اجهزه العلاج الطبيعي اللي طلعت للعنايه بالبشره. فهي بتستخدم كفعلا وقايه وكعلاج. صح. وقايه يبقى انا احاول ان انا الجا لمتخصصين احافظ على بشرتي واحاول اخد نصيحه سليمه قبل ما اقع في مشكله. طب لا حول ولا قوه الا بالله. وقعنا في المشكله الوقايه خير من العلاج. بالظبط. وقعنا بقى في المشكله ومعلش يبقى برضو نلجا لحد صح او متخصص بحيث ان انا اتعالج صح وان انا اواظب كمان يا دكتور. يعني ما اروحش مره وخلاص واخد الادويه واقعد عليها سنه واثنين وثلاثه والحاله مثلا ما تحسنش واطالب ولو الحاله ما تحسنتش اقول للدكتور ما عرفش يعالجني كويس واروح لدكتور غير وابدا من اول وجديد. بتتشاف المشكله وبيتقال واحد اثنين ثلاثه هنحلها بطريقه كذا وكذا وكذا. في اجهزه في ميزوثيرابي في نوع من الماسكات لو الحالات اللي هي اللي فيها الدارك سبوتس او الدارك اريا اللي هي زي النمش والبقع. واحيانا البقع على فكره ودي مشكله برضو بتصادفنا كتير قوي من طرق ازاله الشعر التراديشنال اللي هي العاديه اللي ماشيه دلوقتي. الشمع بقى والواكس والسويت والحاجات دي طبعا في الحاجات دي كلها بتعمل في بعض الناس التهابات شديده فده سبب اساسي برضو البقع البني ظهور البقع والحبوب برضو عشان نتيجه ان بيحصل انفلاميشن في الجلد او التهابات معينه فبتبدا تظهر. علامات تقدم السن منها التجاعيد وايضا كمان ده بالنسبه للسيدات الكبار او فوق سن 30 بتبدا تظهر التجاعيد ولكن في السن الصغير كمان بتظهر دلوقتي بسبب الشمس وان انا بتعرض لساعات طويله للشمس بدون وقي شمسي او كده. بعالج التجاعيد ازاي وممكن حضرتك تقول لنا على حاجه تعالج التجاعيد بشكل نهائي ولا ده حلم؟ هو طبعا هي ممكن مش بشكل نهائي ان انا الاول زي ما اتفقنا ان احنا بنتكلم على الوقايه. الوقايه اللي هي ان انا دايما احافظ على بشرتي بحيث ان انا ااخر على قد ما اقدر ظهور التجاعيد. ولما تظهرني انا في سن اقل من سني. صح. تمام. يبقى انا دلوقتي في اجهزه متخصصه يعني موجود دلوقتي اجهزه وموجوده عندنا بتبقى كعنايه دوريه. صح. دي انتي ايدجنج بالاضافه انها بتعمل زي موشترايزنج او ترطيب للبشره. بتعمل بيلينج خفيف في الشغل ميكانيكال. الشغل الميكانيكال دايما سيفتي بنسبه 100% ما يسببليش اي مشكله. يعني حتى لو حضرتك عندك حلقه دلوقتي وعملتي جلسه بالعكس بتحطي الميك اب بتاعك وتنزلي الحلقه عادي مفيش اي مشكله. مفيش بريكوشنز معينه حضرتك بتقولي عليها اقول ما تتعرضيش لشمس ما تتعرضيش لاضاءه بلاش ميك اب. بالعكس ده انت بتلاقي الميك اب نطق اكتر. البشره شكلها اندر بتدي نضاره. فده انا بستعمله كانتي ايدجنج كوقايه. طيب حصل بقى المشكله يبقى هدخل في البوتوكس والفيلر واحيانا الخيوط. لان دلوقتي احنا عندنا بقى ايه يعني التكنولوجي وصلتنا لحلول كتير للتجاعيد. صح. يعني ما حدش بقى يقعد مقعد ومتضايق وقاعد وحاسس ان هو قوش وان ليه كده بدري لا نلحق نحلها وما نزعلش. خاصه اصحاب البشره الفاتحه بشرتهم بتجعد اسرع من البشره الغامقه. اكيد. فطبعا بتبقى بنات صغيرين ويعني المفروض انها فرحها وخطوبتها او حاجه وتلاقي بقى كروس فيت دي اول حاجه بتبان طبعا حوالين العين دي بتضايقنا كلنا. كروس فيت واللي هي الرينكلز اللي في ال 111 دي اورا لا كتير والنيزو ليبيال. طيب احنا معانا فيديو دلوقتي موجود على الشاشه دي حضرتك دي جامي سمايل. دي من المشاكل على فكره اللي بتصادفنا دلوقتي كتير جدا وحلها سهل قوي. ده بتبقى جامي سمايل ساعات وكمان لسه بتبقى غامقه جدا فبتبقى بالزبط. شكلها ما بتضايق جدا. دي بتاخد بوتوكس بتحلل المشكله في يعني مينتس يعني زي ما بنقول. البوتوكس لما حضرتك بتحنيه في اعلى الشفاه من فوق ده بيعمل ايه بالظبط؟ البوتوكس بيتحقن في العضلات اللي هي بنقول عليها شده او قفشه او بتعمل اكشن شديد بيعمل له زي ارتخاء. ايوه ريلاكس شويه. فبالتالي ما بتبقاش لما بتيجي تضحك ما يحصلش الارتفاع الزياده العضله ما تطلعش فوق قوي زي ما بتطلع. هنا في الفور هيد او القوره دي العلامات دي البوتوكس دي كلنا بنعاني منها من تعبيرات وشنا والشمس هتلاقي سنها كمان كبير يعني ما هي واضح انها سنها لان طبعا تلاتينات يعني وفي اصغر من كده ما انا بقول لحضرتك بقى من العشرينات دلوقتي فعلا دلوقتي
مش عارفه احنا بقينا بناخد بالنا منها زياده ولا هي فعلا بقت منتشره؟ لا هي بقت منتشره من قله التغذيه. بالاضافه ما هو لكل العوامل اللي احنا قلناها في الاول، شرب الميه والاكل والكلام ده بعد البوتوكس. هنا احنا لسه دي هتشتغل بوتوكس وفيلر، لان زي ما انت شايفه الخطوط اللي احنا بنسميها بقى السموكر لاين اللي فوق الشفه وال ايوه الحركه دي فدي بتبقى فيها تجاعيد، دي بتاخد بوتوكس وفيلر فبتظبط لي قوي المنطقه دي وتحسنها كتير. طب والفولدرز اللي بتبقى حوالين الشفاه دي برضه بتاخد فيلر برضه وبترفعيها الزاويه دي بالظبط بالظبط. لكن احنا بنقول ايه، هو في ناس بتيجي تقول لك مثلا الحته دي بس اللي مضايقاني، احيانا المنطقه اللي بيشتكوا منها يعني شوفي دي حضرتك محتاجه تاخد يعني في الخد كمان يعني بيبقى توابع لو جزء خفيف يتظبط بيه المنطقه عشان يدي تناسق، ما يبقاش شكل مشدود ومن فوق ما فيش العضلات. يعني هي هنا مثلا تشتكي بس من سموكر لاين، لكن هي محتاجه تحديد لللبس او الشفايف. هنفك الخطوط بالبوتوكس، هنشتغل فيلر علشان يبدا تاخد، شوفي الكلر اللي خده الشفه ده الفيلر بيبدا يديها لون بينك بينك بالظبط، يديها نضاره. شوفي بقى الشكل ده شكلها بعد اختلف تماما. اختلف تماما كانها صغرت 20 سنه. فرق كبير فعلا. طيب حضرتك ده بالنسبه لل لو ده بيتم في سيشن واحده ولا بتقسميه على كذا سيشن؟ هو يعني لو كان في الفورهيد وفي الدقن وفي الشفايف وفي الخد ممكن في سيشن واحده؟ ممكن في سيشن واحده لان الحكايه بسيطه يعني. بتحاولي دايما تعيدي على سيشن ثانيه بحيث انها ابقى متاكده من الشكل ظاهر، ولا ممكن من سيشن واحده بتبقى العمليه تمام؟ هي بتبقى تمام، بس انا بحب اشوفهم دايما بعد فتره معينه بقول لهم عليها، لان دايما البوتوكس بيبان بعد 3 ايام لحد 14 يوم بيفضل الشغل بتاعه شغال معايا الفتره دي. انا بحب اشوف الفاينل ريزلت، ولو محتاجين اي حاجه بنعملها. عايزه بس اضيف ان ايه، شغل البوتوكس والفيلر محتاج فن وطب. صح. ليه؟ عشان في ناس بتخاف تقول لك مش عارف طب هيبقى شكلي نورمال. طب لا، هيبقى الشكل نورمال وهيبقى الاكسبريشن طبيعي جدا. يمكن من التجارب اللي بيشوفوها برضو في معظم الناس او بعض الشخصيات العامه لما بيعملوا حاجات من كده بيبقى الشكل مش مناسب، فهم بيبقوا خايفين برضو، عايزه انها تبان ومحدش يقول لها انت عامله ايه في وشك. اي ست في العالم كله مش عايزه حد يلاحظ انها جملت نفسها. الشغل ده هو المظبوط. يعني الشغل ده هو المظبوط بالظبط. فاحنا يبقى متفقين على كده، يبقى هي محتاجه مكان محترم نروحه. ليه؟ علشان هنشتغل صح كعلميا كتكنيكس، وصح كمواد. المواد تبقى محترمه والدكتور بيشتغل وعنده الفكر بتاع التقنيه المظبوط، تشريح الجسم ده في ذهني ابقى عارفه العضله اللي هتتحقن انهي ونتيجتها يبقى فيه انا عارفه قدام النتيجه هتبقى شكلها ازاي وهتدي تاثير ازاي في اللوك كله. لما احب اضحك هضحك، اما احب ازعل هزعل. لما الرياكشنز الرياكشن بتاعي لما تشوفيني ما تقوليش هي مالها زعلانه ولا فرحانه، دي هي مالها متضايقه على طول. طب اسمح لنا كاميرا برنامج طبيب اليوم كانت في جوله في مركز يو اتش اللي طبعا التجميل، هنكون معاكم في هذه الجوله ونرجع لكم مره ثانيه مع دكتوره هويده. ورجعنا لحضراتكم مره تانية مع دكتوره هويده حسنين. دكتور، يمكن انا ما كنتش فاهمه حضرتك بتقولي، او ممكن مشاهدينا كمان ما يكونوش متابعين، ان عمليه البيننج او التقشير بتتم تكنيكال. يعني انا كنت متوقعه ان ماده كيماويه تتحط على البشره ويتعمل تقشير، فبيحصل طبعا فتره انك ما تتعرضيش. ف يعني لا خالص. لا ميكانيكال. انا ذكرت شغل ميكانيكي بيور. مفيش اي كيميكالز بتتحط غير مواد ترطيب. ده بيحصل كميه تقشير بعد كده والتهابات في البشره بعد الكيماوي بيبقى جراديوال. حتى بينظف الميك اب المتخزن في البشره. بتبقى طبقه خفيفه جدا وبالالترا ساوند. فسيف سيفتي 100%. ده كويس لاي عروسه ممكن تعمله ليله فرحها علشان بشرتها تبقى نضره. البشره نضره جدا فعلا. ازاله الشعر بقى برضو زي ما ذكرت، العرايس او البنات عامه دلوقتي في فصل الصيف بيلجأوا لازاله الشعر بالليزر، تكلميني عنها اكتر يا دكتور. احنا زي ما شفنا الجهاز في التقرير، الجهاز ده مميز جدا ان هو فيه سكين تايب تيستر بيقيس لي الكونتراست بين الجلد بين لون الجلد ولون الشعره، بحيث ان انا عايزه الشعره هي اللي تمتص معظم الطاقه اللي جايه لي. سريعا هنقول بس احنا مشكلتنا ان الناس فاكره ان هي جلسه. فده لا،
هي مش جلسة واحدة. احنا بنشتغل على بصيلات عايزين نضعفها. البصيلات دي بتطلع شعر. الشعر ده فيه ثلاث مراحل نمو. احنا بنستهدف مرحلة كل ثلاث أسابيع. فالمرحلة العمرية بتاعت الشعراية هي اللي بتحدد لي التايم. فبتبقى الجلسة كل ثلاث أسابيع مجازا. يبقى أنا محتاجة يعني اتليست من 4 لـ6 شهور عشان هي تحقق نتيجة. تبقى بس بدري شوية. ما بترجعش بعد كده تاني الشعر يظهر يا دكتور بعد فترة سنة؟ لا لا بالعكس، هي سمعت الكلام في ان ما نرجعش نستخدم تراديشنال ميثود. تراديشنال ميثود على فكرة عاملة لي مشاكل كتير جدا، وخصوصا الناس اللي بشرتها حساسة بتعمل حروق واللي بيطلع لها حبوب. يعني الحبوب انا دايما لما بيجوا يتعالجوا بننصحهم في المركز ان يعملوا ازالة. لان فعلا بيعمل نتيجه هايله. لان هي بتبطل بقى الحاجات اللي بتعملها الحاجات المعروفه دي، الواكس والسويت والحاجات دي. طيب الميزوثيرابي، احنا بننزل البحر وكمان حراره الجو دي بتاثر على الشعرايه بتضعفها، فبيحصل تساقط كبير. ايه دور الميزوثيرابي في علاج تساقط الشعر؟ الميزوثيرابي زي ما احنا متفقين هو تكنيك شغل، اللي هو عباره عن ان المواد معينه بتتحقن في طبقه الميزو اللي هي طبقه من الجلد. عشان بقى عشان نضاره يبقى في الفيس. عشان تخسيس هيبقى في المناطق اللي فيها اكيوميليشن اوف فات او فات ديبوزيشن او تراكم دهون. تراكم الدهون بالظبط. سنه موضعيه في الـ في الـ في فروه الراس. عشان لو الشعر بقى ضعيف او بيتساقط بغزاره شويه. فبتبقى مالتي فيتامينز او كوليكشن، مجموعه فيتامينات كده مع مواد بقى تفتيح او مواد تخسيس او مواد تقوي الشعر حسب المكان اللي هتتحقن فيه. فطبعا دلوقتي بينزلوا البسين الكلور مش عارف ايه، كل ده بيأثر. بيبقى في جلسات ميزوثيرابي بتعمل لهم نتائج هايله جدا. تمام، بتحقق بصراحه نتائج كويسه، نجاحات كبيره. طيب احنا هيظهر معانا صور دلوقتي، عايزين حضرتك برضو تعلق لنا عليها. دي الصوره دي جميله جدا. بصي حضرتك، البوست اكني سكارز او اللي هي المشاكل اللي بتيجي بعد الحبوب، الحفر دي. الحفر دي بالجلسات وفيلر، في نوع من الفيلر بيملاها. فبتعمل لي نتيجه جميله جدا، وهو ده اندر تريتمنت. يعني السكين هيبقى سموث كمان اكتر من كده، لكن برضو النتيجه هايله اللي باينه. صحيح، لان هو كان عنده حفر كتير وعميقه، واضح انها كبيره جدا، واخده عمق، واخده انتشار، مساحات كبيره. واخده اعماق مختلفه. فطبعا كل ما يكون العمق خفيف بتبقى النتيجه افضل، اسرع واسرع كمان. بالظبط. طيب فدي نتائج الفيلر والجلسات حلوه قوي مع المشاكل بعد الحبوب. ده طبعا تجاعيد قويه. بس احنا عملنا برضو جزء جلسات شويه مع البوتوكس. ولسه في الاول طبعا، فهو واخد عمق شويه، فدي محتاجه برضو فيلر لسه ما كملناش. يعني الفيلر الفيلر شد. البوتوكس سوري شد العضلات، فرد العضله. لكن في انخفاض لجوه. الانخفاض ده ياخد فيلر برضو خفيف هيظبط لي ما تستخدميش خيوط معايا يا دكتور؟ الخيوط بنستخدمها بس الاكتر في المندبل والشيكس. بتحقق نتائج هايله قوي في الخدود. في الحواجب عامله شغل حلو، بس مش في القوره كله يعني. اللي هي البنات بقى اللي عايزه بس ترفع الحواجب. هنا ده زي كلف او نمش. من اثار بقى دي اللي هو زي سان بيرن او حرق شمس. دي حروق شمسيه. ممكن استخدم سان بلوك غلط واخرج بيه يعمل لي حروق زي دي. بالظبط. مش كده، هو ممكن لاي سبب يعني. عارفه في ناس بتستأمن حتى صهد الفرن والمطبخ. فممكن يحصل لها كده درجه الحراره دي. ودي زيها بس دي شديده شويه، ده قريب من الكلف شويه. فاحنا بنقول الجلسات او الـ يعني طريقه العلاج حسب الحاله. دي جلسات مع ميزوثيرابي مع انواع من الماسكات ميلانين كنترول. ممكن نعمل الكومباينيشن ده، حقق النتائج برضو بنسب ريزنبل يعني. بس أو المهم ان الحاله تواظب على عمل الجلسات. لازم هي دي، لو ما كانتش واظبت ما كانتش هتوصل لك. ما تتوقعش النتيجه دي من اول بعد جلسه. صح، استحاله. بس بس عشان حسب الحاله كمان زي ما حضرتك قلتي. طيب عايزه اعرف بقى نصائح عامه للعنايه بالبشره. مش معقول حضرتك هتكوني معانا ومش هناخد منك بعض النصائح كده للعنايه بالبشره في فصل الصيف. اكيد. زي ما قلنا الميه والتغذيه. والتغذيه
طيب الهيفي كريم بنافويد الهيفي كريم، في كريمات تقيله قوي بتتحط فانا يعني بتتشربش من البشره بتفضل سد المسام فبالتالي ما بيحصلش تنشيط للدوره الدمويه والخلايا بتاعه البشره ما بتكونش بتتنفس كويس، بتتنفس مبقاش في اكسجين كويس. بنضف الميك اب اول باول ما سيبش يتراكم او انام بيه بالظبط. بحاول ان انا اخد قدر من النوم، ما اتعرضش للدخان لا سلبي، واحاول لو ايجابي اللي انا بشرب انا احاول اخفف او يا ريت ربنا يعافينا منه يعني لان برضو بيأثر على البشره. تمام. بلبس دايما ملابس قطن خفيفه برضو تخلي الجسم يتنفس لان في مشاكل كتير بتحصل من الحاجات المنتجات البوليستر، يعني في بنات كتير بتيجي تشتكي برضو من تحت البط بقى هو مش مشكله البشره مش الوجه فقط والكفين، لا الجسم كله، الجلد في الجسم كله اكيد. فاللي بيلبسوا الشورتات او البديهات اللي هي القماشات الصناعيه دي دي بتسبب لهم التهابات، ففعلا بتسبب لهم نوع من الغمقان شديد قوي جدا صح. فانا برضو دي نصيحه من النصايح اللي هو القطن. نورتينا يا دكتور النهارده، بشكرك على وجودك معانا. دكتوره هويده حسنين استشاري العلاج الطبيعي ومديره قسم العنايه بالبشره بمركز يو اتش، شكرا جزيلا نورتيني النهارده. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ونلقاكم غدا وحلقه جديده وطبيب اليوم. هذا البرنامج برعاية